وللوقوف أكثر على تطورات الملف النووي الإيراني في ظل حديث صحيفة نيويورك تايمز عن قرب إيران من إنتاج وقود لقنبلة نووية، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد. أهلا بك معنا أستاذ محمود. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ محمود. يعني نواب في الكونغرس الأمريكي حذروا من أن إيران تتحدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تتعاون معها. السؤال هنا، ما قيمة هذا التحذير وتأثيره في يعني قرارات الإدارة الأمريكية، خاصة بالتزامن يعني مع ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز من أن إيران ستصبح قادرة خلال شهر واحد على امتلاك ما يكفي من المواد لتزويد سلاح نووي بالوقود؟ تحياتي بداية لحضرتك ولمشاهديكم الكرام. أخي العزيز، المتابعين للشأن النووي الإيراني منذ فترة ومنذ بداية العام أعلنوا أنه ليس هناك فاصلة تفصل إيران، فاصلة كافية بحدود العام الذي كان هذا ما يتصوره البعض، وخصوصا الأمريكان والإسرائيليين أيضا معهم. الآن أصبحت هذه النقطة ليست من الكونغرس فقط أعلنت، وإنما أعلنت على الإعلام العالمي، على نيويورك تايمز، بمعنى أنه هناك علماء الذين نشروا هذا الخبر والذين حللوا القدرات الإيرانية، والنظام الإيراني لم يتحدث حتى الآن، لم يرفض هذا الذي انتشر. الواقع أن إيران هو كان في هذه الفترة، وخصوصا بالفترة الأخيرة الذي انقطع من الاجتماعات، وبحجة أنه التغييرات السياسية في إيران بعد الانتخابات، هو كان يعمل بجد على هذا الموضوع، وكان يعمل من أجل أن يصل إلى يقترب جدا إلى صنع القنبلة النووية. وأنا برأيي المتواضع الأرضية مهيئة كانت، لأن حتى أحد أساتذة أحد العلماء الصواريخ سلامي، اللي كان هو يصنع ويناظر على صنع الصواريخ البالستية، هو الآن أصبح ممثل للطاقة النووية الإيرانية في المحادثات. هناك تهيئة أرضية طبيعية بالنسبة للنظام الإيراني أن ينتقل إلى السلاح النووي، لكن الغرب وخصوصا الأمريكان للأسف لم يتابعوا هذا، إنما إسرائيل هي التي تضغط على أمريكا فقط من أجل سيد محمود. هذا بالنسبة لما حدث من الجانب الإيراني. الآن بالنسبة للجانب الأمريكي، كيف سوف يتصرف مع هذه التحذيرات التي أطلقتها صحيفة أمريكية، ومع يعني طروحات النواب أو مطالبات النواب ب يعني أخذ موقف أكثر تشددا مع الملف الإيراني؟ بالتأكيد لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يستمر بهذه السياسة ما دامت الضغوط انتقلت من إسرائيل ومن بعض المتحدين لأمريكا، بالإضافة إلى الكونغرس الآن، وبينهم أعضاء من الحزب الحاكم الآن، هم من رفاق الرئيس الأمريكي. أنا أتصور هو ستتغير سياسته، لكنه لا يمكن أن يقوم بفعل شيء الآن، يستمر بالسياسة حتى ينجز شيء إن تمكن، لكنه بالنهاية سيتراجع عن هذا الموقف وسيتخذ موقفا متأخرا محتمل. ما هي ملامح السياسة يعني كما تتوقعها، ما هي ملامحها السياسة التي يعني يقدم عليها بايدن؟ بايدن تبينت سياسته حتى الآن سياسة غير ناجزة لشيء منذ بدايته، منذ يناير حتى الآن، وهو يماطل إيران ويماطل الإقليم كله اللي يخاف من النووي الإيراني ويخاف من التسلح الإيراني والتوسع الإيراني. سيتغير الآن؟ لا أرى أنه هناك تغيير جذري سيحصل في العلاقة بين أمريكا وإيران، لأن بالمحصلة
أن إيران النووي الإيراني لا يكون ضد إسرائيل التي تمتلك 200 صاروخ نووي، 200 رأس نووي. هي ستكون ضد العرب والغرب عموما، والأمريكان خصوصا لا يميلون لمواجهة من يعادي العرب حتى يدفعون ما عليهم أن يدفعوه. أيضا يعني في السياق، كيف ترى مستقبل المنطقة أو مستقبل أمن المنطقة إذا ما وصلت فعلا إيران إلى إنتاج وقود نووي، ومن سيضمن أمن المنطقة في ظل التراجع الأمريكي؟ بعض الدول العربية طبعا بدأت التواصل مع بعض الدول الكبرى الأخرى مثل روسيا، مثلا المملكة العربية السعودية بدأت التواصل مع روسيا حتى في مجال التسلح وليس العلاقات فقط. وهناك إسرائيل أيضا تتابع هذا الأمر بجد، وإسرائيل لا يمكن أن تسمح لإيران أن تمتلك السلاح النووي دون أن تزعزعها في ذلك في الأمر، وأمريكا عليها الدفاع عن إسرائيل هذا بدون شك. فالأمور ما زالت غير ناضجة بما فيه الكفاية حتى يمكن تحليلها ومتابعتها والوصول إلى بعض النتائج، لكن النتائج من جانب إيران تبين أنه هذا الخبر غريب من الواقع جدا. يعني بما أنك أتيت على ذكر إسرائيل كيف ستتصرف في ظل يعني تقارب الوقت أو نفاد الوقت لإنتاج إيران الوقود النووي؟ هي إسرائيل فعلا بدأت بالتصرف، يعني لديها قوات الآن على الحدود الإيرانية في مكانين ثلاثة. الآن الغواصات الإسرائيلية إلى جانب الغواصات الأمريكية موجودة على سواحل البحرين تحت المياه الخليج، وهناك قوات لدى إسرائيل في الدول المجاورة، الدول الإسلامية المجاورة من روسيا السابقة في شمال إيران أيضا. فهذا الموضوع وبالإضافة للسلاح العربي والسلاح الخليجي خصوصا، أنا لا أرى أنه النظام الإيراني يتمكن بقنبلة واحدة وسيصنعها من 60% مخصب تكون قادرة على إيقاف كل هذه القوة ومواجهة كل هذه القوة. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد، شكرا جزيلا لك.